شهور كمان. تجمع مئات المتظاهرين الموالين لروسيا أمام مبنى الإدارة المحلية في مدينة دونيتسك، حيث شرعوا في إقامة المزيد من الحواجز بإطارات السيارات عند مدخل المبنى الحكومي الذي استولوا عليه قبل أيام. المشهد في دونيتسك تكرر في سلافيانسك وكراماتورسك وماريوبول ولوغانسك الواقعين شرق أوكرانيا التي يتكلم أغلب سكانها اللغة الروسية. المحتجون في دونيتسك انتقدوا تصرفات حكومة كييف واصفينها بالفاشية. أقف هنا من أجل أبنائي وأحفادي، أن ما يحدث هو شكل من الفاشية. نريد السلام في دونيتسك، نحن نتظاهر احتجاجا على الفاشية والمعايير المزدوجة. وفي لوغانسك استمر المتظاهرون في السيطرة على مقر أجهزة الأمن، مجددين دعوتهم لإقامة نظام فيدرالي شرق أوكرانيا، وهو الطلب الذي رفضته كييف مرارا باعتباره تمهيدا لتفكيك البلاد.